فورم. إذن أول شيء رح نبدأ نصنع الجي أوف تي. هلا الجي أوف تي رح تكون مكونة من ستيب بوزيتيف نيجاتيف تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة. في عندي 6 ستيبس، إذن رح أجمع 6 ستيبس منهم. ممكن ولو ثاني نحطهم بداخل الجي أوف تي؟ ايش هم؟ اللي حكيت اولى وثانيه فوق تحت، نحط هاي وهاي. بس مو في زمن بينهم، نحط الانيشال 1 والفاينل 0. بس بدك لسه في هاي كمان، هاي ستيب وهاي ستيب. بقول نحط الانيشال انيشال 1. طيب ماشي ماشي اوكي ماشي بصير. خلينا نحط الشكل العام بس بصير، لان هاي باديه من زيرو مش هيك قصدك؟ هلا هاي رح تكون بوزيتيف ستيب اللي هي هاي. الزمن تبعها قديش رح يكون؟ زيرو. زيرو رح احط الزمن تحت هون، والفاليو تبعها طبعا رح يكون طالع لواحد. خلينا احط هون الزمن، هي الزمن تبعها زيرو والانيشال فاليو تبعها زيرو. الستيب اللي بعدها رح تيجي التايم قديش؟ واحد، ورح تروح من زيرو لواحد. اللي بعدها رح تروح نيجاتيف، تكون نيجاتيف ستيب. امتى رح تصير؟ على 24. فهذه هون رح تكون 24. رح تطلع طبعا من 1 ل 0. لا انت ما هي رح تضلها بين 1 و 0 و 0 و 1، بس رح تنجمع للسابقين. يعني لما تفتش بس على التغير اللي صار. واللي بعدها رح تكون بوزيتيف ستيب، رح تروح من 0 ل 1 ورح تصير ات 26. وبعدين ستيب هذيك رح تصير على 49 ورح تكون كمان بوزيتيف. هاي هون 49 الزمن تبعها، وراح تروح من 0 ل 1. واخر وحده اللي هي راح تكون من راح تكون نيجاتيف ستيب، وراح تصير ات 50 نيجاتيف ستيب. وراح تروح من 1 ل 0. اوكي ماشي، هذول السته شو راح اعمل الان فيهم؟ خلص راح نعملهم اديشن. فراح يعطيني هذا راح يطلع معي شو راح يكون؟ او جي اوف تي. هي صار عندي الجيرك. هلا كل اللي بعمله هذا راح يكون دي اوف تي، هذا دي اوف تي، هذا اوف تي. سهل. هلا حسب السيستم اللي بتحكم فيه عاده رح يكون الست فاليو او الديزايرد فاليو هي في اوف تي. فرح تدخل الفي اوف تي اللي هي شكلها زي هيك، رح تدخل عندي على السيستم، رح تكون هي الديزايرد فاليو اللي بتدخل على السيستم، وبنطرح منه الاكشوال. هذا الديزايرد، بنطرح منه الاكشوال، صار عندي هون كنترول سيستم. فبالبروجكت اللي بتشتغلوه رح تحط تبني هذا السيستم من هون، ورح يطلع معك هذا الفاليو. هلا هذا بس فور ديسبلاي بيربسز، اذا بدك تعرف وين وصل فيه، هو اي نقطه من النقاط. رح يقول لي وصل الان ضايل له هالقد مثلا، وصل هالقد، بس عاده ما رح نحط، ما رح نقارن الاثنين من بعض، رح اقارن في بفي، ما رح اعمل كنترول على دي. هلا مره انطرح الموضوع اني انا اعمل كنترول على دي، انا ما بعرف، بعرفش اذا هذا بينفع ولا لا. يعني انه اقارن انا دي في دي واشوف الهاي، عاده نحن نتحكم بفي، بتحكم بفي وفي اللي بتحكم فيها. هلا ممكن اقارن بدي اشوف الايرور تبعي، الايرور النهائي. يعني نعم، بصير كان بيكون التراجكتوري ثابت. ايش التراجكتوري؟ هذا طبعا طبعا. هلا انت بدك تصير تغير ديسبيسمنت ثابت، هون راح يكون 600 متر دائما راح اتحرك في هذا البروفايل. اذا بدك تعمل كنترول عليه يكون تراجكتوري ثابت كل الهاي، صح؟ هلا تمام ممتاز، نقطة مهمة. هلا السؤال اللي بحكيه اللي بيسأله، خليني اوقف هذا لانه احنا انتهينا من هذا الجزء.